السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في الحياة في كندا مع عبد الروضة. موقعنا هو canadians.life www.canadians.life. إن شاء الله بإذن الله تحاولنا تشاركوا الفيديو هذا بأكبر عدد ممكن من المستطاع من الناس اللي مشاهدوه، وعلى أساس أن أنتم تعملوا إعجاب ومشاركة في قناتنا على اليوتيوب، وإن شاء الله بإذن الله بنكون نحاول نوافيكم بمواضيع جديدة ومتنوعة. الآن نيجي إلى فئات خبرة العمل. هنا أعلى درجة تقدر تحصلها في خبرة العمل هي 15 نقطة. طبعاً هنا تحسب لك النقاط بعدد سنين خبرة العمل، إن كانت بدوام كامل أو بنص دوام. لما تقول دوام كامل معناها أقل شيء 30 ساعة في الأسبوع، إذا كان دوام جزئي فمعناها أقل شيء 15 ساعة في الأسبوع. طبعاً هنا لما يجوا يحسبوا مثلاً الدوام الجزئي أو الدوام الجزئي، معناها هنا يقول لك كم؟ 15 ساعة على الأقل في الأسبوع، ولكنه لمدة 24 أو مدة 24 شهر. هذا بيكون في نوع المهارات الذي هي صفر أو مستويات المهارات أو بالتصنيف المهني الوطني اللي يسموها النوك NOC لسنة 2016. طبعا هذه تحسب لك النقاط بحسب أنه إذا اشتغلت في كندا أو خارج كندا، وإذا اشتغلت يعني وأنت بتدرس أيضا زي ما قلنا لكم العمل الجزئي وانت بتدرس او العمل كامل وانت بتدرس وشيء زي كذا، هذه بتحسب لك ايضا زي ما قلنا لكم كنقاط. هنا عامل التحديد ستحسب على خبرة عملك ان اشتغلت خارج كندا او داخل كندا، حتى ان اشتغلت وانت جالس تدرس. نجي نتكلم على التصنيف المهني الوطني اللي قلنا لكم هو NOC NOC، هي قائمة بجميع المهن في السوق الكندي، وتستخدم التصنيف الوظائف حسب الاقتصاد الكندي. حتحتاج لكل وظيفة تضيفها في ملفك الاكسبرس انتري تحتاج الرمز حق النوك، رمز النوك يسموه NOC، اللي زي ما قلنا لكم التصنيف المهني الوطني. تصنيف النوك بنحاول نشرح لكم فيديو كامل غير هذا الفيديو، مخصص بكيف انك تشوف الدرجات المهنية او الرمز النوك تبع الخبرات تبعك السابق. نبدأ نجي الان الى عملية حسب النقاط كيف هتحسبها. بعد هنا زي ما قلنا لكم اعلى درجة في الخبرة العمل هي 15 درجة. اذا كان عندك خبرة عمل لمدة سنة واحدة فقط فهنا تحسب لك 9 نقاط. إذا كان عندك خبرة عمل ما بين سنتين إلى 3 سنوات هنا تحسب لك 11 نقطة. إذا كان عندك خبرة عمل ما من 4 سنوات إلى 5 سنوات هنا تحسب لك 13 نقطة. إذا عندك خبرة عمل 6 سنوات وأكثر هنا بتحسب لك الدرجة العالية اللي هي 15 درجة. فإن شاء الله يكون شرح مبسط وخفيف، وشكرا جزيلا للمشاهدة، وتابعونا دائما وحطوا استفساراتكم وأسئلتكم دائما، وإن شاء الله إنه كل ما نشوف أسئلتكم اللي بتواجدها تحطوها في موقعنا الحياة في كندا اللي هو www.canadians.life. بنشوف الأسئلة هذه وبنحاول نحن نعملها لكم فيديوهات. طبعا في الموقع عندنا اللي هي المدونة المقالات اللي دائما نعملها أبديت دائما أو نحدثها، وكذلك عندنا المنتدى، فتقدروا تحطوا أسئلتكم في المنتدى وإن شاء الله بنعمل فيديوهات أو بنرد عليكم على الرسائل نفسها في المنتدى. فتابعونا واشتركوا في القناة وانشروا القناة، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.